حنا ديما تنصور لكم الليله قبل من الماتش. هاد الليله هادي دابا وقع واحد المشاكل في التيكيات تاع الماتشات، هو بانه بنادم راه تاهنا للدور تاع 16 ولكن ما بقاوش التيكيات. كاين شي يقول لك شراو من الهنود، كاين شي يقول لك العرب شراو بزاف مارشي نوار، كل واحد وكل شي اول تاويل ديالو، فهمتيني؟ المهم اليوم دابا رانا في واحد البلاصه اللي سميتها انتم سميتها جيتمو. البلان هما فيها الدري وان شاء الله غادي نقبضوا له، قلنا باش نقبضوا ان شاء الله التيكيه، حيت غادي تفرقوا التيكيات فابور، حيت غدا ضروري التيران خصو يكون عامر. ماتش مهم خصو يكون فيه الجمهور بكامل القوه العقليه ديالو، بكامل فهمتي الانرجي ديالو، اللعابه خصهم يكونوا في اهوب الاستعداد، حيت غدا الجمهور عنده واحد الطول اللي نقدر نقول لك واحد 60% ديال الماتش. The next day. المهم اليوم اخوتي ثلاث ما عرفتش ثلاث وين كاين صراحه اليوم ستريس، اليوم ما عيطتش الكروزه كره، عرفتي المصار اللاعبين اليوم ان شاء الله الماتش ديال التومون ما بين المغرب والصبريه ان شاء الله الماتش خالع على بزاف الاجواء. خلاف ديال هذا الماتش هذا الاخوان لاعبين في واحد التشيله اللي ما عمرنا لعبنا فيه سميتو ايدوكيشن ستيشن ايدوكيشن ستاديون تاع التعليم. غنشوفوا هاد التيران كيداير، غادي نشوفوا الاجواء كي دايرين، حنا متوجهين غادي نعيشوا معنا الاجواء، غادي نعيشوا معنا الطقوس. بالنظر على واحد المشكل اللي كان طرا العزاوة البارح هو المشكل تاع التيكيات، بزاف ديال المغاربة ما لقاوش التيكيات، وهاد المشكل هذا طرا بانه كاين بعض الناس اللي الله يهديهم شراو التيكيات وكانوا بغاو فيهم ثمن كبير، فهمتيني دوك الهنود شراو حتى هما التيكيات وطلعوا فيهم الثمن، وقعوا المشاكل وقعوا المشاكل. ان شاء الله شي زي مروكو. أو جيتك من روكو قال وين روكو أفريقيا ماما أفريقيا we are waiting we are so thank you as in we don't know thank what to for... say but we want you to win thank you for your effort thank you so much thank you they must make us proud إن شاء الله thank you أول عيد بكم على الفيديوهات اللي سبقوا تفاعل خيالي كومنتات زوينين لايكات ما نهضرش عليهم ما بقاش المترو عامر كي كان حيت راه شفتوا البارح شحال من فرقه تقصات اليابان تقصات كوريا الجنوبيه فهمتيني تقصوا بزاف السنغال دابا غادي داكشي وتشي نقص يا ربي اخويا حنا نقصوا الصبريون وننتقموا منهم راه واحد الانتقام الاخوان والعقدوا اللي كانوا داك البيت تاع الفار فاش كانوا حيدوا لنا بالفار خصنا اليوم ننتقموا الركراكي راس لافوكا تنبغيوك اخويا وحق الرب قال الدري تلاقيت مع واحد خونا من الصبريون هو راه تشوف شي بان بلوك 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 دو يو ثينك توداي او ذا ماتش ويل بي ديفيكولا مروكو نوت ايزي نوت ايزي واتش يور سكور تو ان مروكو الاول هذه باينه مروكو ايزي مروكو ايزي هو ايزي ومروكو هو قال لك جوج لواحد انا اي سيد 3-2 مبارك على الناس صاحبي قول لي راه صاحبي تشوف لي دوك الشوفه زعما حنا ما نضربوش مصاريف معاه لا لا شي هذا وان اكس بين واحد لابليكاسيون تدخل تتشارجي فيها واحد الدولار تدير الكود تاع الصابر العشيري تدير الكود كود برومو الصابر راه شارجي شي دولار عندك 130 دولار فيها الحفال الكلاب فيها المشاش فيها العيودات ربحات راه تدشي واحد البونيس فهمتيني وهادشي اللي كاين عشيري هذا هو السر ديالي في النجاح ديالي في الحياه هو وان اكس بين كاين فهمتيني الله يحفظك ليا شوف دابا من دابا حتى ما كاين غير قيمات وان اكس بي وان اكس بي مشروع ناجح ماي فريند واتس اب هاو ار يو هاو ار يو هاو ار يو جود ايفريثينج از جود ام فروم تشاينا تشاينا فروم تشاينا ماي فريند ماي فريند واتس يو غانا سبورت It's hard. Hold on.
قال لك هذيك ما يقدرش يقيس على شي بني ادم، ولكن انا اجي نقيسها من دون هاد الناس هادو اللي هنا. علاش؟ حيت انا سميتي الصابيري وانا خويا تيلعب في المنتخب. اه طويل بزاف اخويا، ما فهمنا لا. هو تحنقيزه قال لك التحنقيزه اجي حق نقزها كريستيانو. صح كاع خويا، انا ماشي هو كريستيانو، انا راه الصابيري اخويا. شوف ايوا انت تحمستو. ايوا وانت منين جاي هذا؟ فاسد. واش هو تقول؟ واه فاسدك من العالم عشيرة. تبي بعد شي هند ولا شي وتاب راه هو كيتزاد. ترى اونك باك هذاك الخوري. والله ما يمكنش. والله تعالى. المهم العزاوة حنا ندخلوا دابا ياك فهمتيني؟ باش نقبضوا بلايصنا ان شاء الله ونعيشوا الاجواء هنا، نتمناو ان شاء الله الربوح. المهم خليكم مع الداخل باش تشوفوا. المهم انتم. وصف ليهم شاو ما درتيش. المهم العزاوة بهراد غنا، احنا الحمد لله تجاوزنا الممر ديال الامن، احنا ان شاء الله ديريكسيون الى الملعب بتاع الايدوكيشن تاع التعليم. اول مره تيلعبوا في التيران يا ربي يدخل عندنا بفالت الخير. كنت ما كنهضرش يلعبوا في شي تيران بحال كيما وقعنا في التمامه، حيت ديجا لعبوا فيه وعندهم اكسبيريونس في هذا التيران جديد. ديجا قبيله ديجا تعطات لها تشكيله ابارامون بونو، وكاين حكيمي، وكاين اكرد سيس مزراوي ومرابط وناحي واملاح، وعندك نصيري وزياش وبوفال. هادو اللي داخلين راه قبيله وراها لي اخونا في الاذاعات اللي كاين. المهم ان شاء الله حنا غاديين العز، نتمناو كل النصر والفوز ان شاء الله للمنتخب المغربي. العز بقاو معنا على الاجواء الدراري. الدراري درفت على واحد خونا هو عشيري في تجلي في الطوموبيل. ماي فريند اي لاف يو يا مان توداي يو غانا سبورت بروكو ان شاء الله. وين اسبانيا؟ نو اسبانيا، نو جود تيم ان شاء الله. ثانك يو ماي فريند. والجمهور تصبر لينا معلم، اه جاي يا معلم. ما لا نسكي الموصلي. واتس يور نيم؟ يو غانا بي ان ذا فلوج. ريغان. 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 يس. وير ار يو فروم؟ I'm from Kenya. Mama Africa, yes, Mama Africa. We are from Mama Africa. Thank you, my friend. Boy, man, that was been question. Been do that shit. She just tiran us, I didn't know. Boy, Anya, what's in the air? Alhamdulillah, برا هتكي بس خلنا يا سلام العشاء أجواء برا أخرى. اليوم ما شاء الله ربوع زايا. يا رب يربح ربحو، يا رب يربح المغرب يا رب. الدقيقة 25 زا
تقلو عندنا واحد المحاولة يا خوشي سكت ليا فيها القلب تاب الله جو دابولو ما شاء الله تزقلو عندنا الماتش الدراري اش بنقول لكم ما نقدرش نقول لكم هادو ولا هادو ولكن كانت أكثر خطورة عند الإسبان أكثر ما كانت عند المغاربة نتمنوا بأن المغاربة يتداركوا بينا بغي بينا بيز ضروري حيت الصبريين بداو يدخلوا في اللعب وما بغيناهمش يدخلوا في اللعب اليوم ولكن ما كانوش داخلين في الماتش امر بتاع زوين خصنا نبقينا مزيان ونتمناو ان شاء الله الشوط الثاني يكون احسن من الشوط الاول يا رب بين هذا المراهج دخلنا في الشوط الثاني هذوما كيما شفتوا دابا الاجواء هما لعبات ديالو التخيلات كيما كما تعرفوا ديما ديامير وكاين عشيات الله وكاين الصبيري والسجولي وابو خمال ان شاء الله هذا نقول بانه غادي يدخل الصفيري براس عام الله وقبل يدخل ابو خمال وغادي يكون اول شونجمون بالنسبه للمغرب تيخرج بوفال تيدخل بلاصتو الزلزولي انا قلت مزيان يدخل الزلزولي علاش؟ حيت هو فهمتيني لاعب الصبليون عنده خبره مع الصبليونيين وهادي عارفين الدقيقة 66 راكم عارفين المهم ان شاء الله نتمناو المغاربة بانوا لي شوية مدافعين ونتمناو الركراكي هنا تبان الفعالية ديالو يا رب المهم الدراري الركراكي راه دار ثلاثة ديال لي شونجمون خرج من الطيري ودخل براسو الصبيري أم الله دخل براسو في الجيرة الزراوي ودخل عشية أول مرة تيدخلو الركراكي في الجيرة أول مرة ما عرفتش اش خلاه يدخلو أنا تنقول حمد الله أحسن ولكن احنا غادي نشوفو خيارات المدرب نايف تضرب اقرب تضرب ان شاء الله هيك خلي يعني يا رب السلام اقرب بحرص على الشوط الثاني 0-0 غادي ندوزو لاشواط اضافيه ان شاء الله الماتش غادي فيه استفزاز فيه ستريس ما يمكنش ضيعنا واحد البيت تما الدراري ما يمكنش قلت انا البيت يا ربي انت اللي فيها الخير يا ربي هاد المره ديالك انت تشوف فيها الفرحه المغاربه يا ربي يا سجل الشوط الاضافي الاول سهلة داخل على الشوط الاضافي الثاني شجيره تضيع لينا واحد البيت اخويا ما يمكنش وش وكا كان عليه ضربه ما فهمتش اخويا ما فهمتش اخوان واحد ستريس ما يمكنش الصبليون درت واحد التبجيل دابا دابا في الدقائق الاخيره من عمر الماتش الدقيقه 118 بقات جوج دقائق تنتمنوا هاد جوج دقائق تدوز بخير وعلى خير بلي ندوزو الفينانشيه لا حول سير الشوط الثاني ب 0-0 دابا غادي ندوزو لضربات الجزاء الدراري واحد ستريس لا اله الا الله يا ربي تفرحنا يا ربي تفرحنا نستاهلوا الفرحه والله تنستاهلوا في هذا الخاطر تاعنا اخوتي بيلانتيه ماما بيبداو ضربات الترجيح حنا اللي غادي نشوف الاولين يا ربي الصابر هو اول واحد بيشوف يا ربي اخويا الصابر يا ربي شوف تشيسي
المهم عزاوة اليوم داز نهار عامر بالمفاجآت، داز نهار غير عادي. كان ممكن هاد الفلوق يسالي ونقول لكم الأسود اداو ما عليناش وغادي نرجعوا في حالتنا لبلادنا، ولكن اخوتي تشوفوا الابتسامة وتشوفوا الفرحة وشفتوا الماتش شحال كان مزير، وغادي نقولوا بأنه باقي معاهم في هذا قطر وباقي إن شاء الله غادي نواجهوا البرتغال، وعندي إحساس غادي نربحوا البرتغال تايا إن شاء الله. تنطيحوا معاهم غير هما شوف مشات الصبليون كافي مشى بيدري أرانا دابا الكريس أرانا الطون أرانا الطون واخا اليوم ماركاو ستة راه ما تيخلعونا. شكرا بزاف على لي كومونتير، الا عجبكم التريفيديو نزل تحت ضرب كومونتير، عجبك بارطاجي البلان مع العشران، وراه باقي معاهم هنا الدراري في قطر ان شاء الله. شوف اوبجيكتيف هذا العام نوصلوا للفينال اوبجيكتيف، ما تعرف كاع حنا نتفوا كاس العالم ما تعرف، لكن انت متفائل كتب ليا لتحت الدراري في الكومونتير اش بان ليك في الماتش الجاي ديال البرتغال وشحال عاجي نضربهم كلشي، بغيتي كتب ليا البرونوستيك اللي هو صحيح اللي عاجي كتب ليا البرونوستيك صحيح، عاجي ندير كيفو عاجي نعزلو وعاجي نربح معنا شي حاجه ان شاء الله. شنو هي الحاجه غادي تعرفوها من بعد؟ المهم العز بكم لي ريزو سوسيو ديالي تويتر تيك توك اي حاجه متعلقه بها تلقاوها في صندوق الوصف. العز بكم ما تنساوش التريجيم ديك صابوني حمرا رجع كري نشوفك عشيري ما عليك بليز تهيري. The vibe be changing when I'm popping.